على الابواب. اه رمضان على الابواب، بنستعد له بقى. كل سنه وانتي طيبه، انتي بقلب كل سنه صحه وسعاده. وحضراتكم طبعا طيبين. آه يعني الواحد مستنيه، وفي نفس الوقت حاسس انه الوقت بيجري بسرعه صحيح بسرعه. والله بجد، الواحد حاسس اه كأن مثلا رمضان اللي فات عدى عليه 6 اشهر 7 ايوه اشهر مش سنه كامله. بالظبط، مش سنه فعلا. يا رب ان شاء الله يكون شهر جميل على يا رب حضراتكم، كل يا سنه رب. وحضراتكم بألف صحه وسعاده وخير. رمضان بيكون له كده طقوس وروحانيات، ويعني بالتأكيد الدراما بتكون جزء اساسي من حياتنا الرمضانيه، وعشان كده يعني تعودنا ان احنا في شهر رمضان المتحده للخدمات الاعلاميه بتقدم لنا الحقيقه مجموعه او وجبه دسمه ثريه متنوعه جدا من الاعمال، ومن هذه الاعمال هتكون معانا النهارده او يعني شهر رمضان ان شاء الله يا إن رودي شاء الله يا مسلسل رودس. بقى اسمه بابا جه. المسلسل ده بطولة النجمة أكرم حسني والنجمة محمود البزاوي والنجمة الجميلة نسرين أمين والنجمة التونسية الجميلة فريال يوسف. فريال معانا دلوقتي على التليفون، نعرف منها بقى كواليس المسلسل، صوره قد إيه، ويعني الأجواء خلف الكاميرات شكلها إيه. طبعا المسلسل من تأليف وائل حمدي وإخراج المخرج خالد مرعي، ومعانا الفنانة التونسية الجميلة فريال يوسف. فريال كل سنة كل وانتي سنة طيبة، وانت طيبة. رمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. جاسمين ورضوان. وانت طيبة وبخير يا رب. آه طبعا Thank you. مسلسل اكيد احنا كلنا مستنيين، ومسلسل بابا جه واضح كده انه هيبقى يعني مسلسل فيه وجبة كوميدية دسمة جدا جدا. كلمينا اكتر يا فريال عن المسلسل ودورك السنة دي فيه. ان شاء الله يا رب. بصي، هي كل الجهود متضافره في الاخر خالص، في الاخراج وانتاج وممثلين ومؤلفين وكله، عشان نطلع بانتاج حلو يبسط الناس. انت عارفه في رمضان الناس محتاجه الضحكه بعد يوم طويل صح من الصيام والتعبد، محتاجين ابتسامه، محتاجين حاجه كده لايت صح تخش حياتهم قبل ما يخشوا على الحاجات الدسمه بتاعت الدراما والحاجات دي. فيا رب ان احنا نكون النقطه المضيئه اللي بتجلب الابتسامه والضحكه، واحنا شغالين على الموضوع ده على قدم وساق. يعني الحمد لله كل الناس بتديه الماكسيموم بتاعها في الاداء وفي الافكار، وحتى في افكار تتغير على عين المكان واحنا بنصور موقع التصوير. اتمنى انه ينال الاعجاب وان شاء الله الناس تتبسط من العمل ده جدا. في المسلسل ده في ريال بتقدمي شخصية نهى. شخصية نهى دي إلى ايوه، أي مدى فيها تقارب من شخصيتك أنت الحقيقية؟ ما عندهاش خالص اي خالص. اه تقارب، بس بيني وبينك انا مش قادره، عارفه اول مره في حياتي، يعني انا بمثل من وانا سني 14 سنه، عاده لما يقولوا لي اتكلمي عن دورك بقدر ادي نبذه عن دوري او فكره عن دوري. المره دي بالذات واول مره في حياتي احس ان انا مش قادره اتكلم عن دوري. ليه ليه؟ طيب؟ ام الفكر خلاص، يعني لو زودت جمله تانية هحرق الفكره بتاعت الموضوع كله اللي قائم عليها فكره بابا جه. فده هنكتشفه اكيد مع بعض، يعني نخليها مفاجأة يعني مش للناس عايزة ايه تقول لنا موضوع كده التكوين جوه. أي تفصيلة صغيرة. ما اقدرش طيب صراحة، لانه من بداية من الحلقة 2 هتفهموا هي ايه دورها في هنعرف المسلسل. طب انتوا انتهيتوا من قد ايه، كام في المية من المسلسل يا فريال؟ لا عملنا ما شاء الله. طب ما يعني شاء الله، يعني هو اعتقد 15 انا حلقة مش فاكرة، كده؟ انا مسافره بره كنتهم بيصوروا، كان عندهم تصوير حتى في الغردقه. يعني انا اعتقد وصلنا ل 60%، بس مش من حقي ان انا ادي اي معلومات. تمام. شركه الانتاج هي الوحيده المخوله انها تدي معلومات يعني عن كم برسنتج. بس انا شخصيا لو هتكلم عن دوري، انا صورت 60%. المسلسل كله على بعض شركه الانتاج هي الوحيده اللي تقدر تديك. طيب كلمينا بقى عن النجوم اللي بيشاركوكي برضو في المسلسل، الفنان أكرم حسني والنجمة محمود البزاوي، الشغل معاهم وكواليس الشغل معاهم، احكي لنا كده عنها شوية. أكثر من رائعة، ده احنا الشغل في هدوء تام. ناس بتشتغل بتفكر في اللاين هيتعمل ازاي، كل جملة هتتقال بأي طريقة، قلبهم كلهم على الشغل. أكرم حسني فنان رائع، وأكثر من رائع يعني إنسانيا وفنيا. وأنا بالنسبة لي أول مرة أشتغل معاه اكتشفت فيه جانب كده ما كنتش أعرفه، إنسان مريح جدا في الشغل
وسلس جدا وفي غايه الاحترام صراحه، يعني اكن له كل الاحترام والتقدير. كواليس كواليس الشغل في ضحك زي العمل نفسه زي المسلسل نفسه؟ سوري الكواليس فيها يعني فن ومضحكه ويعني فيها روح حلوه كده زي ما بنهزر؟ اكيد بنهزر، بس بيني وبينك هو الناس دايما فاكره ان اللوكيشن احنا بنروح ليجر، يعني اللي هو بنروح نتسلى ونرجع. لا والله احنا بنشتغل فعلا. اه طبعا. لا التمثيل ده على فكره مهنه شاقه شاقه جدا يعني جدا هو لا احنا بنبقى فعلا مركزين جدا، عايزين نطلع باحلى حاجه، بس دماغك دايما شغاله في ما هو احسن بالنسبه لاي لاين انت هتقوليه او رياكشن تاخديه من زميلك او زميلتك، فانت تبني على الرياكشن ده. فاحنا طول الوقت في تركيز تام، لانه الموضوع الكوميدي من اصعب الحاجات اللي ممكن تقدميها في الدراما. يعني الكوميدي سكه صعبه جدا، والنهارده خاصه في الزمن اللي احنا فيه ده من الصعب انك تقتلع الضحكه من اي حد. علشان يبقى فيها مصداقيه، ما تبقاش مفتعله، ما تبقاش مصطنعه، يعني تبقاش مجرد توصل للقلب على طول يا رضوى. مظبوط، وتلقائيه جدا وحاجه ممكن جديده، فدايما بنفكر ايه جديد؟ ايه اللي ممكن يتقال جديد؟ صراحه هو سكريبت سهل علينا الحقيقه جدا، يعني المؤلفين اللي معانا وائل حمدي ومحمد اسماعيل امين، وطبعا مخرج خالد مرعي، حتى معانا مدير تصوير رائع جدا جدا صراحه، سهلوا علينا المهمه دي. واحنا دورنا كممثلين ان احنا ندي الانبوت الصح، وان احنا ندي الانبوت اللي هو الناس هتحبه. فاحنا مش بنضحك طول الوقت، احنا بنضحك، انا شخصيا بضحك على حاجات بيفاجئني بيها اكرم حسني او نسرين امين، انا اشتغلت معاهم اثنين، ففي حاجات فيها ارتجال رياكشنات انت عارفه تبقي قاري على الورق، بس تكتشفي ده في التروفا، فانا بحاول اخلص الضحك اللي عندي كله في التروفا، بس التصوير جد الجد. فلا الاجواء حلوه واكثر من رائعه، وانا مبسوطه بالعمل ده. وانت برضه نسرين امين اول مره اتقابل معاها، انا يعني احنا كنا دايما ان كونتاكت على السوشيال ميديا، اول مره نتقابل في لوكيشن. هي فنانه جميله ورائعه، والشغل معاها ممتع لا وكمان دمها خفيف، يعني على المستوى الشخصي الانساني دمها خفيف خفيف جدا جدا. انا حبيتها اكتر واكتر الصراحه، كل العناصر، سما ابراهيم وتاكا، كل الناس حمستينا يا فريال ان احنا نتفرج على المسلسل. والله مش هتندموا. حاطط فكرته حلوه، فيري اوريجينال، عشان كده مش قادره اقول ايه هو ده. الفكره هو الجديد بتاع الفكره. وهو المسلسل 15 حلقه كمان، ايه رايك في المسلسلات ال 15 حلقه يا فريال؟ رائعه. وبصي انا جايه من مدرسه ال 15 حلقه في تونس. انا زمان لما كنت بقدم مسلسلات انا شايلاها، لانه في ناس كتير يمكن عارفه ان انا كنت نجم الصف اول في بلد تونس، فكنت بشيل مسلسلات كانت لا تتخطى ال 15 حلقه وقتها، وكانت سلسه للناس احسن، والمواضيع يعني ما فيهاش حشو في الافكار او مط او حاجات ممله، الايقاع بيبقى احسن جدا، والحوار بيبقى احسن جدا، عارفه اللي هو ستريت تو ذا بوينت. ايوه بالظبط، الفكره والحوار والحاجات، فالمشاهد ما يملش يعني، يفضل مرتبط بال 15 حلقه لغايه من اولها لغايه ما ينتهي العمل. حمستينا وان شاء الله باذن الله. انا فرحانه بال 15 حلقه بيني وبينك، لانه انا مدرسه ال 15. لما جيت على مصر بقينا بقيت بعمل 30ات 45 60. لا رجعنا تاني بقى لل 15 حلقه بايقاعها السريع الجميل، وان شاء الله المسلسل كمان يكسر الدنيا، ونبارك لك وتنورينا هنا في استوديو سفير عزيزه كمان بعد عرض المسلسل يا فريال. بنشكرك جدا ونورتينا، وكل سنه وانت طيبه. طيب خلونا بقى يعني واحد ما عنده حيره يا رضوى، هيتفرج على ايه ولا ايه ولا ايه؟ من كتر ما الاعمال في تنوع، يعني حاسه ان الاعمال كلها حلوه. والله جدا 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 ومتنوعه زي ما انت بتقولي، كلها نجوم يا جيسي. بالظبط يا رضوى، فاحنا مستنيين بقى نتفرج اكيد على الاعمال الرائعه دي، ونتمنى طبعا كل التوفيق لكل النجوم والفنانين وكل المشاركين في الاعمال الدراميه اللي ان شاء الله هتكون معانا في شهر رمضان. يا رب يا ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا جيسي. طبعا يعني لسه بنكمل كلامنا عن شهر رمضان الكريم باستعداداته المختلفة، وطبعا